بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فشكر الله إمامنا حيث أسمعنا كلام ربنا غضًّا طريًّا كأنما أنزل الساعة، هو القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، هو يقرأ اليوم ويتلى ويؤمن به ويصدق خبره ويعمل به ويفرح به ويستبشر به ويستشفى به ويستهدى به. اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهديه وأخذ بركته وآمن به وكان من أهله. من أول تلاوة الإمام من قول الله جل شأنه: إن الله فالق الحب والنوى، هذا إعجاز. الله جل شأنه يعجز الخلق ويبين بعض فعله وصنعه الذي أعجز الخلق كلهم. فالق الحب والنوى، الله فقط هو الذي فلق الحب والنوى. الحب، هذا الحب، حب الحنطة، القمح، البر ونحوه، والنوى نوى التمر، كلاهما مفلوق. وليس الشأن في شكل الحبة وأنها مفلوقة فيها فلقة وهي تتكون من فلقتين، هذا الفلق بينهما ليس المراد في الشكل، وإنما المراد أيها الإخوة أن الله جل شأنه هو الذي كونها، خلقها بهذه الكيفية التي تخرج بعد ذلك، تنبت ويخرج منها كل بحسبه، تخرج ثم بعد ذلك تكون منها السنابل ويكون منها الحب أيضا في دورة، وهذه النواة تخرج منها أصل النخلة فتنمو، ثم بعد ذلك يكون منها ثمر التمر الذي بداخله النواة وتكون الدورة. من الذي يستطيع أن يفعل هذا إلا الله؟ إذن هو إعجاز. الذي فلق النواة والحبة هو الذي فلق الإصباح، إذن قال بعدها: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، هو الذي أخرج الصبح من الليل. قبل لحظات كان ليل فأخرج الصباح منه شيئا فشيئا، وهكذا كان نهار ثم بعد ذلك أخرج الله، ألبس الله جل شأنه المكان بالظلمة. لا يصنع هذا إلا الله. حاول بعض علماء الإحياء في زمن ماضي قبل عشرات السنين، يوم فتح الله عليهم بعد أن بحثوا ورأوا شيئا من السنن الكونية التي جعلها الله في هذه الأحياء، ودلهم الله جل شأنه بسبب بحثهم، لأن الله جل شأنه يجعل أسبابا من أخذ بها انتفع وربما نفع غيره. فتوصلوا إلى معرفة مكونات الحبة، حبة القمح، وتوصلوا إلى عناصرها المكونة لها، بروتين، نسبة من النشا مثلا، ونسبة من كذا وكذا، فحاولوا أن يصنعوها ابتداء، فجاءوا بهذه العناصر من الخارج من مصادر أخرى وجمعوها وشكلوها على هيئة الحبة وجعلوا شكلها مطابقا وفيها الفلقة، ثم حاولوا أن يستزرعوها، وضعوها في الأرض في بيئة مناسبة، تعاهدوها بالسقي مع إعطاء البيئة ما يناسبها من إنبات، انتظروا فما خرج شيء،
لماذا؟ لأن الله هو الذي يفلق الحبة بكيفية تخرج منها النبتة تنبت، وهذا من الإعجاز. لا يستطيع أحد أن يبدع وأن يخلق حبة، لذلك هذا إعجاز. كما أن الله أعجز الناس في هاتين الآيتين، آيتي الليل والنهار، ولا يملك الإنسان نفسه بعد التذكير من الله جل شأنه بهذه القدرة الربانية، القدرة الإلهية، إلا أن يسلم ويخبت ويزداد إيمانا. كل هذا أيها الإخوة وما جاء بعده هو إظهار لبراهين تدل على توحيد الله والإيمان به والإذعان له، في حين بقي أناس زمن التنزيل ولا يزال إلى اليوم كفروا بالله، ما عرفوا الخالق حق المعرفة، ما قدروا الله حق قدره. منهم من عبد غيره معه، منهم من أنكره وجحده، ومنهم من نسب له ما لا يليق، شبهه بالمخلوقين. الله يخلق هذه الأمور البديعة المعجزة، وهؤلاء خرقوا له بنات بنين وبنات، جعلوا لله الولد والبنات، لا لدليل ولا لبرهان ولا ومن غير علم، وإنما هو التخبط الذي لا يتبع أمر الله يتيه ولا يستقيم له أمر في إبصار الأشياء على حقيقتها. لكن الله جل شأنه لا يمكن أن نعرفه إلا من خلال ما عرفنا به، لذلك لا يتصور الإنسان الإله العظيم من خلال صورة تنقدح في ذهنه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لاحظ كيف هذا السياق يتغلغل في نفوس هؤلاء ويحرجهم تارة ويقنعهم أخرى ويبين لهم حقيقة أمرهم وما جاءوا به من خرق. والله يخلق الخلق البديع وهم يشركون بالله، والله يعجزهم، ما بقي إلا أن يسلم ويذعن، لكن تبقى بقية أراد الله جل شأنه لها أن تكون حطبا لجهنم، وأن تكون أداة من أدوات الاختبار والامتحان في الدنيا. يبتلي الله المؤمن، يبتلي الله المؤمن بالكافر والكافر بالمؤمن، ولله حكمة في وجود الناس على هاتين الصفتين، وبينهما درجات ودركات، عسى الله أن يجعلنا من أعلى درجات المؤمنين. الله جل شأنه هذا العظيم لا يمكن أن يتصوره الإنسان بصورة تنقدح في ذهنه، أي صورة تنقدح في ذهنك ارفضها، فهي ليست بحق، لأن الله جل شأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والله جل شأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى أن يماثله شيء وأثبت لنفسه الصفات وهو السميع البصير، ليس عدماً وليس شيئاً يتصور أو يتخيل سبحانه وتعالى. لكن الله جل شأنه يطلع المؤمنين في الجنة إذا انتهت هذه الدنيا، يطلعهم ويكرمهم بأن يروا ربهم ويسمعوا كلامه، نسأل الله من فضله. هذا ربنا، وهذا لون من ألوان تقرير حقه وتوحيده وبيان شيء من قدرته وإعجازه، وهؤلاء الذين عاندوا وكابروا وجحدوا وهم حقراء، الله يثبت ويبين قدرته فيما يرونه في الآفاق وفي أنفسهم، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، والآيات بينهم وفيهم وحولهم، وكل شيء في هذا الوجود يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تبقى بقية كفرت وجحدت، ولله في وجودهم حكمة أطلعنا على بعضها. ونسأل الله جل شأنه أن يجعلنا ممن آمن به وممن اهتدى بهديه وممن وحده وعظمه. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جنات النعيم. أيها الإخوة، هذا طرف مذاكرة
نحتسب عند الله أن يجعلها من الأعمال التي تقربنا إليه. ولو أننا في كل ليلة أيها الإخوة تأملنا وتدبرنا تلاوة الإمام ورجعنا إلى أهلينا وأكسبناهم شيئا من معرفة عرفناها وعلم عرفناه أو نبحث عنه في مظانه الموثوقة لكان الأمر بركة وخيرا ونعمة وفضلا وتوفيقا من الله جل شأنه. هذا القرآن لا يبلأ، بركاته مستمرة لكن لمن أقبل عليه. اللهم بلغنا شهر رمضان على أحسن حال تحبه منا، اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين، اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم صل على محمد. شكر الله لكم حسن إنصاتكم.